بسم الله الرحمن الرحيم. تمر الذكرى الأولى الحزينة والأليمة لاستشهاد الشهيد المجاهد، شهيد الكلمة، شهيد صوت الحق، الشهيد نمر باقر النمر. ولحد الآن لم تسلم جثمانه الطاهر لأهله. نحن في هذه الذكرى الحزينة والأليمة والتي نستمد منها العزم والصبر والقوة والثبات والإرادة، نطالب بتسليم جثمانه الطاهر لأهله ولمحبيه ولشعبه وللسائرين على دربه. نصر على تسليم هذا الجثمان الطاهر لأهله لكي يدفن في مقبرة تليق به، ومهما طال ليل الظلم فإن فجر الانتصار قادم، وإن هلاك الطغاة سوف يسقط الطغاة بدماء الشهداء الأطهار، وعلى رأسهم هذه الدماء الزكية الطاهرة، دماء سماحة الشيخ النمر باقر النمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده مع الحسين وأنصار الحسين وأصحاب الحسين الذين استشهدوا في كربلاء، وهو حق لأن يحشر مع هؤلاء لأنه سار على خطى الحسين بوعي وبصبر وبثبات وبعزة واختيار واقتداء.